في حاجات مهمه كابتن هاني اتكلم فيها يمكن برضه عشان الناس تبقى عارفه وجماهير الاهلي تبقى عارفه ان النادي الاهلي رايح. يعني انا مع احترامي لفرقه الوداد، فرقه الوداد قلقه جدا من النادي الاهلي، قلقه جدا من النادي الاهلي، بدليل لما تيجي تبص كده على معطيات برضه هتلاقي المدير الفني واقف تحس ان هو مش مركز. جاموندي مش مركز، اللعيبه نفسها تحس ان هي في حاله بدنيه وفنيه بعيدا جدا عن فرقه الوداد اللي كنا نعرفها. فالنادي الاهلي استحق الفوز، النادي الاهلي جاهزيته زي ما قلت لك الفنيه والبدنيه وروح اللعيبه، يعني روح اللعيبه ماشيه من هنا احراز بطوله احراز مكسب، ودي حاجات مهمه جدا. يعني كل ما تتخيله من مقومات كره القدم النادي الاهلي عملها في لقاء الوداد، عشان كده النادي الاهلي كان يستحق الفوز بعدد كبير كمان من الاهداف. يعني حسين الشحات ضيع، جه ضيع فرص كتيره ضاعت من النادي الاهلي، كان ممكن الاهلي يطلع 4-0 5-0 بالكتير قوي. ولكن اداء النادي الاهلي كان فيه ميزه كويسه جدا ما شفناش قبل كده، كان فيه ثقه في الاداء. ثقه في الاداء مين اللي اداله الثقه في الاداء؟ فرقه الوداد، لان فرقه الوداد زي ما قلت لك بعيدا فنيا وبدنيا تحس اللعيبه بقى لها فتره كبيره جدا ما اتمرنتش، ما لعبتش ماتشات رسميه، مع انه لعب قبليها باسبوع ماتش رسمي ماتش نهائي بس كمان، بس تحس ان هم مش فت. يعني بدليل حتى عمليه التشتيت في الدفاع وعمليه الثغرات اللي كانت في وسط الملعب ودفاعهم، يعني عمليه الجول الاولاني يحيى جبران ده النهارده مسك الكره ولسه بيفكر، قفشه ضغط عليه خد جول في الدقيقه 3. فكل هذه الامور الفنيه كانت في صالح النادي الاهلي من اداء ومن اسلوب لعب ومن تكتيك ومن حتى الاداء المهاري للعيبه، اداء النادي الاهلي كان افضل بكتير، يعني يستحق الفوز ويستحق الفوز بنتيجه اكتر من كده.